أنا من وجهة نظري حراك المجتمع المدني في ليبيا هو حراك جيد، يعني أي حراك مدني في أي مكان في العالم هو حراك محمود يعني. لكن يعني هل هو هو شوية ينقص شوية التنظيم، يعني هو نحس إنه هو مشتت، يعني في حتى بعض البرامج أو بعض المواضيع يعني أصبحت مستهلكة وما زال يتم إعادتها مرة أخرى، ممكن تكون ما حققتش الغاية منها، لكن لازم نعرفه أو نبحثه ليش ما حققتش الغاية، يعني يكون بس في معرفة، يعني نحن نشتغل في الإطار المدني نعرفه الموضوع اللي نحكوا عليه ليش ما حققش الغاية مثلا على مدار 6 أو 7 أو 8 أو 10 سنوات، يعني يكون في تقييم، يعني كل فترة نقيمه الشغل بتاعنا، شن الأخطاء اللي صارت فيه، شن الحاجات اللي ممكن نحسنوها. تقييمي للحراك عموما هو حراك، أنا شايف أنه حراك محمود وحراك جيد، وإن كان بطيء شوية، بس لو قارنا في بعض الأمور مثلا من 2011 لعند اليوم هنلقوا فيه تقدم ولو بسيط، يعني ما فيش حد مجتمع يتغير بين يوم وليلة، يعني حتى التغيير البسيط هذا هو تغيير محمود من وجهة نظري. في تغيير، يعني في تغيير، يعني مثلا لو حكينا على موضوع المرأة، في توعية صارت والمجتمع نوعا ما أصبح يتقبل وجود المرأة بدرجة معينة، يعني مش أكيد تقبلها بشكل كامل، بس في تغيير، يعني في حتى تقبل وجود المرأة في بعض المناصب. يعني لو شفنا مثلا إن قبل يعني ما كانش في سيدات في مناصب بشكل كبير، يعني الحكومة الأخيرة حكومة الوحدة الوطنية كان فيها 4 سيدات، المجتمع في البداية ما تقبلش الموضوع، بس بعدين خلاص هم سيدات وزيرات ومارسوا مهامهم، الموضوع خلاص أصبح في نوع من التقبل. فأنا شايفة إن حتى المجتمع المدني لما يعني لما حكى عن الموضوع وإن المرأة هي شريكة للرجل وهم 2 مواطنين في المجتمع، نوعا ما المجتمع تقبل وجود المرأة بشكل أو بآخر. فأعتقد إن حراك المجتمع المدني عموما يعني كويس، والناس بدأت تفهم يعني ان في اشياء معينه ما كانش عندهم بها وعي، ما كانوش فاهمين، يعني حتى مثلا في موضوع الانتخابات على سبيل المثال الناس ما كانتش فاهمه الاليه، فالمجتمع المدني قاعد يوعي وقاعد يحرض في الناس ان هم يطلعوا ينتخبوا. فلا، دور المجتمع المدني دور يعني ممتاز، لكن طبعا احنا عندنا بعض المعوقات في العمل، يعني سواء معوقات بسبب السياسه، بسبب الاوضاع الامنيه، بسبب التمويل، يعني في معوقات واجده، لكن بالرغم من هيك المجتمع المدني موجود ويحاول ان هو يعني يخلق بيئه عمل تكون مناسبه باش يحقق اهدافه التنمويه في المجتمع. من وجهه نظري ان دور وسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا، احنا في عصر يعني حتى الاشخاص الكبار جدا في السن اصبح عندهم واحده من وسائل التواصل الاجتماعي، على الاقل فيسبوك واللي هو عنده شعبيه مثلا في ليبيا. فانك انت توا لو تبي توصلي فكره او توصلي معلومه او حتى توصلي استبيان فانت تحطيه على الفيسبوك وتموليه فيوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. موضوع انه يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس هي في حد ذاتها وسيله مهمه جدا انك انت تساعدي في نشر الموضوع اللي انت تحكي عليه من خلال حركك المدني. يعني مثلا لو حنحكوا على موضوع المراه، دعم انتخابات، يعني دعم وجود النساء في الانتخابات مثلا، لو درتي مثلا برومو صغير وحطيه على الفيسبوك هيحصل مشاهده كبيره، حطيتيه على تويتر وهكذا. يعني انا شايفه ان دور وسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا جدا في عصر نحن موجودين فيه، لان يعني كل حد فينا عنده على الاقل وسيله واحده من وسائل التواصل الاجتماعي، يعني فلو نشرتي عليها الموضوع اللي انت حابه انك تطرحيه او مناصره قضيه معينه زي ما صار مؤخرا في بعض الامور، لا هي توصل لشريحه كبيره من الناس والناس تتفاعل معاها ويكون في اللي معه واللي ضد، هذه في حد ذاتها تحرك المياه الراكده وهي شيء محمود. فانا شايفه ان دورها ايجابي جدا ومهم. يعني انا مواضيع حقوقيه صراحه يعني انا شفت رجال ونساء، يعني انا ما نقدرش نقول لك ان النساء فقط، يعني انا اللي نعرفهم يعني في قدر كبير، يعني هم الاثنين متساويين، يعني شوف القدر بينهم متساوي يعني، وهم الاثنين يعني يشتغلوا فعلا. في ناس تقعد دخيله شويه على المواضيع الحقوقيه، لكن في النهايه بكل الشخص الحقوقي اللي فعلا يدافع عن حقوق الانسان وعلى المبادئ بتاعها يبان. فانا شايفه ان المجتمع الحقوقي يضم الجنسين، يعني ما نقدرش نقول ان هو محتكر على المراه او محتكر على الرجل. لما مثلا حنحكوا على مشروع معين، الجزء الاعلامي من المشروع مهم مش انت تبرز النشاط، لان في حتى بعض المواضيع الحقوقيه او المدنيه لازم تطرحيها على المجتمع، يعني ممكن نشتغل عليها في مكتب او نشتغل معاها عليها على مجموعه وندير تقرير وكل حاجه والامور تمام، بس لازم نطلع للمجتمع. يعني مثلا انا حندير توعيه بموضوع مثلا باهميه المشاركه في الانتخابات لكل الليبيين رجال ونساء، فانا لازم نطرح على السوشيال ميديا، لازم شنو هي الوسيله اللي الناس تستخدم فيها؟ السوشيال ميديا. فانا لازم ندير بوستات على السوشيال ميديا، نشجع الناس ان هم يديروا ان هم يطلعوا يحطوا صوتهم، ان هم ينتخبوا الاصلح، ان عمليه الاقتراع شنو خطوات عمليه الاقتراع.
يعني انا شايفه ان في بعض الناس مثلا التلفزيون ما يتفرجوش عليه، النت اصبح هو متاح اكتر. فانا شايفه ان غالبا يعني في اغلب الاحيان الشغل اللي يكون موجود على السوشيال ميديا يكون لا شغل على ارض الواقع، وفي ناس يفضلوا بس ان هم يشتغلوا على السوشيال ميديا. يعني تلقي مثلا بعض الناس يديروا فيديو توعوي هو بس حد السوشيال ميديا يعني، وحتى هي طريقه كويسه يعني ما هيش سيئه يعني، لكن فيها على حسب المشروع. في مشاريع يجد عندها اكتر من نشاط، من ضمنها نشاط حنديروه على السوشيال ميديا او على الفيسبوك مثلا، وفي انشطه تكون حنديروا فيديو برومو معين مثلا او فيديو نزلوه على النت نديروا اعلان ممول والناس يوصل اكبر عدد من الناس ونشوفوا عدد المشاهدات، وممكن نديروا مثلا ينشوفوا كم الاشخاص اللي شاهدوه وحققنا نسبه مشاهده كبيره، فبالتالي وصلنا لعدد معين تارجت معين نحن مستهدفينه من البدايه يعني. يعني اعتقد ان هي السوشيال ميديا مهمه جدا في عمل المجتمع المدني، ان احنا في عالم مفتوح والفيديو اللي نازله او البوست اللي نازله اي حد في اي مكان في العالم يقدر يشوفه ويمكن يتاثر به. هي مسؤوليه يعني، هي مسؤوليه انك تحط حاجه، هي مسؤوليه كبيره لازم تكون دقيق من كل حاجه فيها، وفي نفس الوقت يعني هي وسيله ممتازه جدا انك انت تطرحي فكرتك لاكبر عدد ممكن من الجمهور.